ليه قررنا نعمل مخيم التدريب لتحليل البيانات؟ المجال عليه طلب عالي جدا ومفيش كفاءات تغطي احتياج السوق اللي موجود دلوقتي، ومعظم اللي بنلاقيهم في السوق بيكونوا عاده فاهمين ادوات بس مش فاهمين ازاي يفكروا بيها. ايه هو تحليل البيانات؟ ببساطه الموضوع انك بتجمع بيانات عن حاجه معينه وبعد كده بتنظفها وتظبطها عشان تطلع منها معلومه تساعدك في اتخاذ قرار صح. حرفيا كل حاجه فيها بيانات. ليه عملنا مخيم تدريبي وما عملناهوش كورس عادي؟ المخيم التدريبي ده بيكون معتمد على التطبيق العملي، فبالتالي انت هتعرف ازاي تفكر بالحاجه مش مجرد بديلك ادوات وخلاص. طب انت تتوقع ايه من المخيم ده؟ هتدرس علوم مهمه زي علم البرمجه وعلم الاحصاء وعلم التقارير، هتساعدك بعد كده انك تبدا طريقك في المجال الواسع ده وتختار التخصص اللي انت محتاجه بعد كده. لو كنت هتتخصص في ماليات، في البيزنس انتليجنس، في الماشين ليرنينج، اول حاجه بتاخدها في المخيم هي التفكير النقدي او الكريتيكال ثينكينج والبروبلم سولفنج، حل المشكلات، لان دوت اكتر حاجه بتفرق محلل بيانات حقيقي عن محلل بيانات هو فاهم ادواته وخلاص. بعد كده هتخش على الاكسل عشان خاطر بدل ما انا اقعد اشرح لك الموضوع بتاع الاحصاء مثلا على سبيل المثال واروح مدخلك اشرحه لك في نظريه بعيده تماما عن التطبيق وبعد كده اروح راميك على طول في البايثون وتغرق في بحر البرمجه، لا انا ببدا لك من الاكسل عشان افهمك اساسيات الاحصاء واعرفك ادرس لك احصاء بشكل كويس، بعد كده بقى اخدك واقول لك ازاي تطبق الكلام دوت بالبايثون عشان خاطر كمان اخرجك بره المحددات اللي موجوده في الاكسل، بعد كده بقى عشان تعرف تعرض بياناتك بشكل محترف ساعتها بقى ببدا اعلمك مبادئ الباور بي اي. انا محمد العسال. انا محمد شريف، داتا اناليست والفاوندر بتاع ستار داينامكس، داتا ساينتست الكوفاوندر والسي او لستار داينامكس، ولازم تخش الكورس دوت لو انت مهتم بالمجال.